عقود الصيانة والتشغيل لا تزال قائمة، وذلك بسبب آلية طرح المناقصات التي تأخذ بأقل الأسعار دون أي اعتبار لمسألة المتابعة والإشراف بعد الاختيار، وكذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بعنصر التوطين، إذ يتم تقديم عقود الأفراد في الغالب بتكلفة متوسطة للعمالة لا تتجاوز 2000 ريال. الملتقى له مسارات متعددة، سواء في صيانة المرافق البلدية والبنية التحتية، صيانة الأعمال الكهربائية ومحطات القوى، صيانة محطات التحلية، مرافق المياه، شبكات الصرف، المرافق البلدية، الطرق، المطارات، مرافق النقل بصفة عامة. فحقيقة كان في تركيز كثير على محورين أساسيين: كيف تنمية العنصر البشري من بالتدريب والتأهيل ليحقق التنمية المستدامة. الملتقى الدولي 11 للتشغيل والصيانة في البلدان العربية والذي عقد في مدينة جدة استعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في مجال الصيانة والتشغيل ودعم البنى التحتية للمشاريع القائمة والمستقبلية. كما ناقش الملتقى محور الصيانة والتشغيل ودورها في رفع مستوى استدامة المنشآت. بالنسبة لإشكالية العقود التي تتم بين المؤسسات المقاولة والمؤسسات المستخدمة، نجد فيها كثير من المشاكل، ونعلم أن العقد هو بين طرفين، فهذه المشاكل يعني تعود إلى أحد الأطراف أو كليهما. هذا المؤتمر الآن الذي نحن فيه ينصب على أمر أساسي وهي الصيانة والتنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالمشاريع، تشير بيانات اقتصادية إلى أن السعودية تصدر الدول المنطقة في المشاريع المزمع ترسيتها بقيمة تقارب 600 مليار دولار، تليها الإمارات بعقود تفوق قيمتها 350 مليار دولار، والكويت ثالثا بما يزيد عن 150 مليار دولار. المشكلة الدائمة والمتجددة في عقود الصيانة والتشغيل يكمن في ضعف الرقابة والإشراف على تلك العقود وغيرها من المشاكل التي تم مناقشتها في هذا الملتقى، ولعل أبرز ما تسعى إليه جهات حكومية ومنها وزارة العمل السعودية إلى تفعيل قرار توطين عقود الصيانة والتشغيل التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق. علي العمري، CNBC عربية، جدة.